من رام الله ينضم إلينا سيد قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. سيد قدورة أهلا وسهلا بك. أنا أسألك بصورة واضحة عن جوهر ما ينظر إلى هذا العدوان الإسرائيلي في هذه المرحلة، وفق ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت بأن القضية تتجاوز القضاء على المقاومة لما هو أبعد من ذلك. أبعد من ذلك يقولون إنه مرتبط بتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان القطاع. هل تنظرون إلى هذا الخطر باعتباره خطرا محدقا بالفعل؟ يعني هذا ما تريده إسرائيل، وهذا ما أرادته دائما، وكل السياسات الإجرامية لإسرائيل وبصيغتها التراكمية كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، سواء في مجهودهم الحربي العدواني أو جهدهم السياسي والدبلوماسي، هذا هو هدفهم الكبير. ولكن يعني أن يتشدق وزير الدفاع الإسرائيلي بهذه الكلمات وهو عاجز عن توفير الحماية لسكان إسرائيل، هو عاجز عن توفير الحماية لجيشه وجنوده، وبالتالي يعني الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية وأن أهداف هذه الحرب أبعد من مجرد القضاء على المقاومة، هو لن يستطيع أن يقضي على المقاومة ولن يستطيع أن يهجر الشعب الفلسطيني. كل ما يستطيعه أن يرفع عدد الأطفال الذين يقتلهم بدم بارد، ويعني في إطار حرب لا أخلاقية، حرب مجرمة آثمة يخوضها ضد المدنيين وضد الأمينين في بيوتهم. لكن الوصول أن يكون الأمر بهذا القدر من المكاشفة، نحن نطالبكم بأننا سنقصف هذه المنازل والمباني والمناطق، عليكم أن تغادروا إلى الجنوب، وعند الوصول إلى الجنوب لمن وصل منكم إلى الجنوب سنقوم أيضا بقصفه واستهدافه. هذه ربما وتيرة غير مسبوقة حتى في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع فيما مضى. وإسرائيل يعني على مدار 75 سنة لم تترك جريمة. هناك مشكلة على ما يبدو في أن يصل صوت السيد قدورة فارس، لكننا سنعود إلى ذلك بطبيعة الحال مع السيد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لأن حتى الحديث عن الأسرى أيضا سيكون حديثا مرتبطا بموجة الصراع الجارية. سيد قدورة أعود إليك من جديد فيما يخص هذا النسق غير المسبوق من مستوى التصعيد الإسرائيلي على سكان القطاع، حتى الذين أذعنوا لطلب قوات الاحتلال بالانتقال إلى الجنوب استهدفوا وهم في الجنوب. يعني هذا يعني مؤشر على أن الاحتلال شيمته الغدر وسعيه الخفيف من أجل أن يريق مزيد من الدماء. أحيانا المتمعن في السلوك الهمجي للاحتلال يجد أن كأن سلوكهم بلا أهداف وبلا غايات، وفقط هم يريدون أن يرفعوا فاتورة وكلفة العملية العسكرية التي تمت في 7 أكتوبر، ويريدون أن يداروا خيبتهم وفشلهم وانكسارهم بأن يوقعوا بالشعب الفلسطيني القدر الأكبر من الضحايا والخسائر. هذا هو الهدف الواضح، وهم يعني يعلمون تمام العلم أن الأهداف الكبيرة التي حددها رئيس حكومتهم الفاشل نتنياهو يعني لا يوجد لديه لا جيش ولا مؤسسة قادرة على تحقيق هذه الغايات البشعة. المسألة مسألة وقت، مزيد من الصبر والثبات والصبر من قبل الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف لم يجد سبيلا إلا أن يعترف بأن الفشل الكبير الذي حصل في اليوم الأول سيكون هو السطر الأخير في هذه المعركة وفي هذا الفصل من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يقولون إن جوهر هذا الصراع قائم وهو موجود على مدار هذه العقود 7 أو يزيد، لكن ما جرى منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة يشي بأن القواعد بأكملها قد تكون اختلفت أو هي آخذة في التغير ما بعد هذا التاريخ. سيد قدورة. نعم، يعني تتغير أشياء كثيرة وجوهرية ولها أبعاد استراتيجية. الشعب الفلسطيني راكم على مدار عقود من الزمن تجربة نضالية ترتقي وترتقي، وكل جيل يحقق شوطا أبعد من الشوط الذي حققه الجيل الذي سبقه في إطار صراعنا مع هذا الاحتلال. أما وأننا باقون ثابتون على أرضنا
أما وأن أدوات المقاومة وميزان القوة في هذا الصراع يعني تتحسن لصالح الشعب الفلسطيني، فذلك معناه أننا بعد وقت لا أعرف أمده سوف يتمكن الشعب الفلسطيني من دحر هذا الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية، ولن يفيد الاحتلال المزيد من القتل والمزيد من الجرائم التي يقترفها بحقنا. وكذلك حتى تحالفاتهم الدولية، هذه التحالفات التي يختبئون خلفها دائما، هذه لن تتوفر بشكل مستمر. ويعني هناك تحولات كونية تحدث لها علاقة، بل ستلقي بظلالها على موازين القوى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الصراع العربي الإسرائيلي. في نهاية المطاف لا بقاء لظالم، لا بقاء لمحتل، لا بقاء لديكتاتور، لا بقاء لظلامي ولا لفاشي ولا لعنصري. هذا الاحتلال سينقشع كما انقشعت قبله كل الاحتلالات. سيد قدورة، هو الحفاظ على المعادلة الأمنية المتوازنة في فلسطين التاريخية أو في هذه الأراضي في عمق إسرائيل كانت مسألة أساسية للحفاظ على مكونات هذه الدولة منذ نشأتها، لكن أن يصيبها الاهتزاز بهذا القدر، هل من شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً بأن هذه الحسبة يتعين أن تتغير وأن ينظر حتى ولو بشكل مرحلي إلى مطالبات الشعب الفلسطيني، أم ستأتي بمردود عكسي بأن قدراً من التهور سيصيب صانع القرار هناك؟ يعني إسرائيل، يعني هناك مجموعة من قواعد العقيدة القتالية لدولة الاحتلال منذ نشأتها، يعني هناك 5 مرتكزات، أولها الضربة الاستباقية والضربة الصاعقة وأن يقودوا الحرب خارج الجغرافيا الإسرائيلية وأن يحققوا نصرا باهرا بينا واضحا وأن تكون الحرب قصيرة. هذه الأركان الخمسة لعقيدتهم القتالية قد تحطمت وتكسرت ولم تعد قائمة، فالحرب تجري في كل الأرض الفلسطينية بما فيها المناطق المحتلة عن 48 التي هي اليوم تسمى إسرائيل. لم تعد إسرائيل تتحكم في الأمد الزمني للحرب، لم تعد إسرائيل صاحبة السبق في توجيه الضربة الاستباقية وقدرتها على توجيه ضربات ساحقة ماحقة، هي تستطيع أن تفعل ذلك مع الأطفال والسكان الآمنين والمدنيين، لا تستطيع أن تفعل ذلك مع المقاومة. هي مرتبكة بسبب أن هناك أكثر من جبهة يمكن أن تفتح عليها، جبهة الأعداء تزداد حولها. الرواية الإسرائيلية تصدعت ولم يعد أحد عابئ بأن يشتري تلك البضاعة الفاسدة التي يسوقونها في العالم ويقدمون أنفسهم يعني كحمل وديع معتدى عليه وما إلى ذلك. هذه يعني الرواية ما عادت متقبلة لدى الأجيال الصاعدة، وبالتالي المشروع الصهيوني برمته يتصدع ويتفكك. المسألة فقط هي مسألة وقت ومسألة صمود وثبات من قبل الشعب الفلسطيني. سيد قدورة، هو من بين ما قيل عن سبل التنكيل الإسرائيلي بأبناء الشعب الفلسطيني كانت مرتبطة بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ما بعد تاريخ 7 أكتوبر أكثر من القيود التي هي مفروضة أصلا في الظروف الطبيعية أو في الظروف شبه الطبيعية. ما الذي رصدتموه من وسائل التضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟ هي أعلنت حالة الطوارئ أولا، حجز الأسرى في بنازينهم ولا يغادرونها، صدرت مقتنياتهم وممتلكاتهم في البداية، أجهزة التلفاز وأجهزة الراديو وبعض الأدوات الكهربائية الأخرى، ثم تطور الأمر وقطع الكهرباء والماء عن الزنازير، ثم حملة مصادرات لمقتنياتهم الأخرى ملابسهم، يعني لم يبقى لدى الأسير سوى غيار واحد، سوى بطانية واحدة والفراش وبعض الأقسام، حتى الفراش صدر منهم. يعني الذين ينقلونهم على الزنازين يسلمونه الفرشة والغطاء الساعة 12 ليلا على أن يستلموها منه الساعة 7 صباحا، وطيلة ساعات الأخرى يقضيها الأسير واقفا على قدميه أو جالسا في زاوية زنزانة. التطور الخطير الذي يعني استوقفنا وأقلقنا أكثر
هو الاعتداءات الجسدية اليومية التي يتعرض لها الأسرى، هذه الاعتداءات التي ترتب عليها تكسير أطرافهم وتكسير كسور في وجوههم في أسنانهم، ويعني آلام شديدة يعانونها نتيجة الضرب المبرح الذي يتعرضون إليه. هذه الوحشية غير المسبوقة أيضا، يعني لا أعرف ما هي أهدافها سوى أنهم يريدون أن ينتقموا من كل أبناء الشعب المصري وتحديدا الأسرى، الذي يقترف بحق الأسرى تعتبر جرائم ضد الإنسانية ويعني عمليات تعذيب وعقوبات جماعية ممنهجة. هذه يعني أنا لا أعرف ولا يعني ولم أسمع من أحد منهم يقول أو يبرر أو يفسر لماذا هذه الاعتداءات ولماذا تضربون الناس، لماذا حين يعتقل يعني حين ترسل كتيبة من الجيش الإسرائيلي لاعتقال أحيانا مثل فلسطيني من بيته، لماذا يعتدى عليه بعد أن صار بين يديكم وبعد أن أصبح مقيدا لا حول له ولا قوة، لا يمتلك سلاحا ليقاتلكم، لماذا يعتدى عليه؟ هذه الأسئلة يعني هم يعني الاحتلال من ضمن الأشياء التي يتسبب بها أنه ينشر الأمراض في وسط المجتمع الذي يمارس الاحتلال وفي مؤسساته، وبالتالي إسرائيل صارت مجتمع مريض، مجتمع يحب إيقاع الأذى بالآخرين. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التعبية العنصرية الفاشية التي يتعرض لها الشعب الإسرائيلي، هذا يقود إلى هذا الذي يمكن أن يفسر كل الجرائم التي يقترفونها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا على الأسرى. شكرا جزيلا لك من رام الله قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أشكرك شكرا جزيلا.